1219. ها هي الغرفة. صباح الخير. شو طالعوكي على غرفة عادية فيروز خانم؟ خي هيك أحسن. إن شاء الله تكوني جايبتي لي بهالشنطة أغراض المكياج. ما بدي أطلع هيك بين الناس، مليت من هالمنظر. جبناهم ليش؟ معقولة ما نجيبهم؟ كيف صرتي؟ الحمد لله. بيسان خلصوني من تياب المستشفى بأقصى سرعة. جبتوا لي قميص نوم مثل الخلق والعالم، ما هيك؟ وهي رجعت فيروز خانم. ما في نزيف براسي، حكي متوازن. لك خلاص بلا مسخرتكم، غيروا لي يلا. لا تاكلي هم، نحن رح نعرف نظبطك. هاد منيح؟ ما عرفتوا تجيبوا لي غير هاللون. يلا منيح. اجيتوا لحالكم؟ ما حدا اجا معكم؟ عدنان بيك وينه؟ الكل وقفوا على بابك وقت كنتي بالعناية، كل العيلة. ولحد هلأ عم بيسألوا يهتموا فيكي، لا تقلقي. ما فهمت. هلأ بلا هالحكي، يلا بدلي تيابك قبل ما يجي الدكتور. هدول وصولة البنك اللي فيهم المصاري اللي اندفعت، أما اللي بهالملف فهن الديون الكبيرة. اندفع اسم كبير منه. اي نعم، في ديون لكم شخص، الخياط والصايغ. لا تفكروا انه المبلغ صغير كتير، بس أكيد هني أقل من الباقيين. تمام، رح نسكر حسابهم. أنا رح أهتم بالمسائل المالية اللي بين مطيب فيروز خانم. إذا بيطلع أي مشكلة بشركة مالك بيك القديمة رجاء أعطيني خبر. تكرم عدنان بيك، نحلك المشكلة. أنا كم يوم ضليت بالعناية؟ حوالي 10 أيام. 10؟ كيف صار الحادث ماما؟ أنا ما بعرف شو صار، بجوز نسيت السواقة لأني عم أطلع على طول مع الشوفير. يمكن أنا شردت شوي. إجتني رسالة على الموبايل وأنا عم سوق السيارة، عالطريق عم بقراها. انتو بتعرفوا اني بعت البيت؟ لا تخافي، منعرف كل شي. خلي حلمي بيك ينبسط فيه ويتهنى. اصلا ما كنا عم نقدر ننام من ضجة الشارع. مزبوط، أصلاً هالبيت كان نحس يا بنات. أنا كنت عم حاول بيعه من زمان، بس كان في شوية ذكريات حلوة. منيح اللي خلصنا منه. مزبوط. آه أنا صار لازم أروح. لوين؟ رايحة لعند دكتوري، رح صور اليوم إيكو، إن شاء الله هالمرة منعرف نوع الجنين. أكيد بنت، هيك قلبي عم يقول. حلوة مثلك. رح خلص الدكتور وأرجع لهون. ماشي، استني رح وصلك. شفتوا هاي مليتوا مني فورا، كلكن هربتوا. رح جيب قهوة من البوفيه. أنا كمان بدي. يلا ماما بخاطرك، لما بخلص من عند الدكتور برجع. لا تسرعي. عم تنكر إنه هي انتحرت، ما بدها تعترف هلا. معناتها هي ما رح تقلنا الحقيقة أبدا. إذا ما حبي تحكي خلينا نسايرها، وأصلا ما بدي يصير لها خبر إنه عدنان رح لعند حلمي. لا يكن لك فكر.
مرحبا. انت شو اللي جابك لهون؟ خفت عليك كتير. روح من هون رجاء. اخ يا فيروز، ما بتعرفي قديش اشتقت لك. شو جنيت بنتي هون؟ روح. سمر خبرتني انك طبتي. انا حكيت مع سمر بعد الحادث، صارت بتعرف كل شيء. وانت كيف بتقلها؟ هي سألت وانا صرت جاوبها. لك انت كيف؟ بس هي لازم تعرف بعلاقتنا حتى ما توقف بوشنا. انت كيف بتحكي؟ مين عطاك الحق تحكي؟ كيف بتعمل هالشي؟ فيروز انا حبيتها تعرف. لو بدي اياها تعرف انا كنت حكيت لها، ما كنت استنيتك. انا حبيت تفهمنا. قلنا ما عاد في شيء اسمه نحنا، لازم تفهم. انتهى كل شيء، خلص تسكر هداك الدفتر من زمان. عم تعملي نفس الشيء هلأ. انت ليش عم تحاولي تبعديني عنك؟ لأنه بدي انهي هالشغلة. طيب ليش؟ ما في قدامنا اي عائق، ما انك متجوزة وما في داعي تقلقي على بناتك. رجاء فيروز خلينا نعيش قصة حبنا الحلوة قدام كل الناس، يعني بعد كل هالانتظار نحن منستاهل هالشي. أي قصة حب؟ أصلاً هديك العلاقة استمرت لأني كنت متجوزة، لأنه جوزي كان يأمن لي احتياجاتي. ما كنت عم بطلب منك أي شيء. أنت ما فيك تأمن لي الحياة يلي أنا حابة أعيش فيها. بس أنا بحبك، كنا نحب بعض. وأنا كنت حابة المشاعر اللي عشتها معك، بس ما عاد فيني غامر بحياتي بعد هلأ. إذا بتريد روح ولا عاد تجي، اتركني. بترجاك تطلع من حياتي. رجاءً. نسيت عارفك، فيروز يور أوغلو. انت بتعرف الاستديو اللي جوا؟ قدي انت مفكر بتعرفها؟ بجوز ما عرفتها ابدا. بيسان راحت؟ ايه راحت. انتي مرتاحة هيك نزلك التخت؟ لا منيح. سمر؟ انا حابة انكم تفضوا البيت فورا. اوكي. بيعوا كل الاغراض، ما بدي اي شيء، بس اطلع، ما بدي اي شيء يذكرني فيه. بيعوا كل شيء. شغلة بسيطة، لا تتضايقي. أنا حابة تضلي عندي فترة بالبيت لما بتطلعي من المستشفى. شو قلتي؟ بس لفترة، حتى نطمن عليكي أكثر. بعد ما سمعت هالخبر الحلو، حاسة حالي من هلأ صرت أحسن. العيشة في فيلا عدنان بيك أكيد رح تكون جنة، حتى لو دقيقة.